نوفمبر 17 بيبر 1 فارينت 1 والسؤال العشرين. والسؤال العشرين بيقول لي the diagram represents a wave traveling along a rope. يا جماعة من الآخر هو بيسأل مين في دول wavelength. حبايبي من الريست الفوق دي كده اسمها amplitude. تمام. طيب سي دي عبارة عن اتنين amplitude، لأن الamplitude من النص الفوق أو من النص لتحت بالمناسبة. الويف لينث يا جماعة هي توصيل نقطتين شبه بعض، إما من كريست لكريست أو من ترف ل طبعا ما فيش عندي ترفات هنا، فأنا شايف يا جماعة إن دي كده ويف كاملة. شايفين بيه يا جماعة من هنا هو لهنا أهو، دي كده ويف كاملة طلعايا لفوق بنزلايا لتحت، دي كده ويف كاملة. فالويف لينث عندي يا جماعة هي بي، هي بي. ايه دي هتبقى ويف لينث ونص، لان دي ادي ويف يا جماعة، دي كده ويف طلعايا بنزلايا، دي الويف. الويف هي طلعايا واحدة بنزلايا واحدة، خلاص دي كده ويف خلصت. دي بقى نص ويف، فايه دي عبارة عن 1.5 ويف، مش ويف، مش ويف واحدة. اذا الاجابة الويف لينث ببساطة هتكون الفقرة بي.